كل المؤشرات والتحليلات تقول كورونا آخذ بضرب الاقتصاد العالمي بكل قوته، وسيستمر هذا النزيف لأسابيع وربما أشهر. شوارع فارغة وأسواق خالية ومطارات خاوية ومؤشرات تئن في ظل منع تجول فرض في معظم دول العالم، في ظل انعدام أي بارقة أمل تشي بموعد إيجاد اللقاح. كل العلامات تخبرنا بمستقبل موحش اقتصاديا، بركود يؤثر على كل مفاصل حياة البشر ويزيد من كربهم. نحن في أمس الحاجة الآن لقراءة متأنية مبسطة لما نحن مقبلون عليه، بحاجة لنصائح اقتصادية وربما تطمينات، فالجميع مرتاب. معنا لمناقشة الموضوع من الرياض مازن السديري، رئيس أبحاث الراجحي المالية. أستاذ مازن مساء الخير، أهلا بك معنا في العربية. نريد أن نفهم ونقرأ كما ذكرنا في المقدمة قراءة متأنية، هي متدنية الحقيقة. أن نقرأ قراءة متأنية لهذه المرحلة، أين نحن الآن؟ وضعنا الاقتصادي كيف ترى؟ في أي مرحلة نحن الآن اقتصاديا؟ والله أستاذ صهيب، الوضع هو أجواء، أنت كما ذكرت قبل قليل أنه جميع المؤشرات، أهم مؤشر اقتصادي مؤشر البطالة، يعني حدود 10 مليون في أمريكا طلبوا الإعانة، مليون في بريطانيا. المتوسط الآن من منظمة العمال العمالية Labour Organization تتوقع أنه يكون في حدود 7 ساعات في العمل، 7 ساعات من أصل 40 ساعة في الأسبوع. هذا يعادل حسب تقديرات اليونايتد نيشن، أخذنا هالساعات في حدود 129 مليون وظيفة راح تختفي. يعني أنا يكفيني أقول لك أنه في حدود 40% من الطاقة الوظيفية العالمية اللي هي حدود 3.3 مليار موظف، هي 40% منها إكسبوز لهالمخاطر، معرضة لهالخطر الكورونا. لكن خليني أقول لك شيء ثاني، شيء أنا أبغى أفرقينهم على المدى البعيد. الجميع متفاعل على المدى البعيد، المشكلة هي على المدى المتوسط والقريب، من ناحية صحية ومن ناحية اجتماعية. نعم. المشكلة اللي نواجهها ما هي مشكلة اقتصادية فقط. نعم. صحية، مشكلة اجتماعية اقتصادية، لأنها شبيهة بأجواء حرب الحقيقة، ما هي أزمة اقتصادية. صح. شبيهة بأجواء حرب. ما هو الحرب؟ كيف تتحول الحرب؟ يذهب السوق التجاري يختفي، القطاع الخاص ما يكون مهيئ للتغير هذا، فجأة تتحول الدولة أنها هي تكون السوق، والطلب يكون مواجهة العدو. نفس الأجواء، عندنا عدو جديد اللي هو المرض، الدولة تحاول تواجهه، تحاول تنشط القطاع الخاص، دول تحاول أنها تقرض إن ما يفلس، ودول تحاول أنها تحول القطاع الخاص لمواجهة هذا التحدي. نعم. المشكلة إحنا الآن العالم تطور تغير، لسنا في الحرب العالمية الثانية، إحنا في عام 2020 يوجد دول غنية، 4 دول كبرى في العالم لديها نظام نقدي قوي، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، اليابان، عندهم قدرة على الإنفاق. أمريكا أعلنت إنفاق 2 تريليون، نزلت الفائدة ل 25 نقطة أساس قريبة من الصفر. نعم. اليابان عندها خطة تحفيز قريبة ل 900 مليار دولار. نعم. منها لكن أستاذ مازن، اتفضل. عندي سؤال، خطط التحفيز هذه والتريليونات من الخطط التحفيزية وضخ الأموال لدعم الاقتصاد حتى تتماسك حياة الناس الاقتصادية،
إلى متى يمكن أن تستمر؟ كم يمكن أن نصمد؟ يعني أنه شهر شهرين ثلاثة كم؟ أنا هذا اللي بجي بقول لك عليه. الدول الكبرى راح اقتصادياتها راح تترحل، يعني يرتفع فيها معدل الدين، العاطلين راح يرتفعون نسبيا، لكن على المدى البعيد راح يرجعون في أثر عندهم سيء. لكن المشكلة هي في الدول النامية أستاذ صهيب، اللي ما عندها إكسبوجر للدولار، اللي ما تصدر أشياء مسعرة بالدولار، اللي ميزانها التجاري سالب، هذول نعم. عندهم راح يكون عندهم مشكلة. اللي دخل كثير من القوى العاملة عندهم يومي، يعني كثير منهم صحيح. عمال سياحة يعتمدون على السياح، على الانفاق الخارجي، هذا واحد. اثنين، اجتماعيا التعليم، حدود مليار وستمائة طالب، مليار وستمائة مليون طالب الآن يدرسون من بعد. في الدول المتقدمة ما عليهم خوف، في الدول المتوسطة ما عليهم خوف، لكن في الدول الفقيرة ممكن كثير منهم ما يرجعون للمدارس. يعني البشر ما هم آلات فجأة تشيلهم وترجعهم. صحيح. في تغيرات اجتماعية، وكذا ارتفع الفقر ينخفض عدد الطلبة في الدول الفقيرة، وهذه بتزيد مشكلة الفقر من تغيرات كورونا. نعم. بعد الكورونا دول فقيرة أتوقع تزداد فقر، الدين في العالم راح يرتفع من الدول الغنية حتى الفقيرة، لكن تتحمل الغنية والفقيرة راح يزداد الإرهاق عليها. لذلك خطاب خادم الحرمين الشريفين ترى ركز فيه على مساعدة الدول الفقيرة، لأن فعلا راح تعاني دول العالم الثالث. صحيح. طيب أستاذ مازن، في ذكرتني وأنت تتحدث عن التغييرات الحاصلة في الاقتصاد بمقال قرأته مؤخرا على أنه أزمة الكورونا، لا أعلم إذا كانت مغالاة أم لا، أنه هي نهاية الرأسمالية، أو أنه الرأسمالية وصلت إلى مرحلة من التشبع أنه اكتملت الآن، وهناك ربما ولادة نظام اقتصادي أو ربما نظام عالمي جديد. إلى أي حد تتفق مع هذه النقطة؟ فقط أريد أن أخذ رأيك في هذه الجزئية. لا الرأسمالية أصلا تتطور، جاء حرية السوق في الثمانينات، كينز جاء بأفكاره لحل أزمة الكساد الكبير عام 1929، أن الدولة تتدخل ويبدأ الإنفاق الحكومي، الجريت ثيوري. تاتشر وريغن سووا زي ما تعرف الثمانينات السوق، مفهوم السوق الحر. الرأسمالية تتطور من أفكار آدم سميث وحقوق العمال إلى آخره، لكنها تنتهي. لا، هذا طبيعة البشر، البشر طبيعتهم لازم يتنافسون. نعم. البشر طبيعتهم لازم يكون عندهم طموح. هذا نظام طبيعة الإنسان خلقته، ما هو فكر أيديولوجي، هو انعكاس لغريزة الإنسان من طمع وطموح. نعم، ولكن ربما طبيعة الإنسان ليست من طبيعته أن يبقى منكفئا على ذاته ويبقى في البيت محجورا يخاف أن يصاب بالمرض. أستاذ مازن، هل يعني كورونا الآن ستؤثر أيضا على عجلة الإنتاج أو على طريقة الحصول على الموارد؟ كما تفضلت، في العالم العربي هناك العديد من الناس يشتغلون باليومية، يعني أنه يخرج يبيع خضرة أو يبيع مواد، يعني إذا لم يخرج للعمل لن يحصل على قوت يومه وأولاده. هنا ما هو الأثر الاقتصادي لهذه الظاهرة أو لهذه الحال الآن؟ كما قلت لك أن هذه القطاعات الحقيقة راح تتأثر، يعني عسف هذه المجتمعات راح تتأثر، يرتفع فيها الفقر. لو الموضوع يثبت على الفقر ما يتطور لشيء، يكون يعني دول كبرى. طبعا الدول الكبرى راح يصير أيضا في تغير في صناعة برجع لك في جزئية أن الإنسان أنه حتى الدول الكبرى في صناعات راح تندثر. يعني الصناعات اللي هي أصلا struggling، اللي كانت في الفترة الأخيرة قوائمها المالية ضعيفة وكانت تقاوم، راح يسرع هذا التغير في موته. هذا الأثر. طيب. يعني حتى حزمة الإصلاحات اللي قامت فيها أمريكا هي للمؤسسات ذات التصنيف الاستثماري وليست ذات عالية المخاطر. تفضل. أستاذ مازن، هناك دول سلكت سلوكا مختلفا في إدارة هذه الأزمة، وقالت كما أنه صحة الإنسان مهمة كذلك الاقتصاد مهم. السويد مثلا يجري الحديث عنها أنه لم تفرض إجراءات الإغلاق الكاملة، لم تغلق المحلات لأنه الاقتصاد مهم. أيضا الرئيس ترامب كان يتحدث إلى وقت قريب على أنه الاقتصاد مهم ويجب أن تستمر عجلة الإنتاج في العمل. برأيك بعد أزمة كورونا أي دول ستخرج أفضل اقتصاديا؟ الدول التي أغلقت ومارست الحجر أو فرضت هذه الإجراءات بإغلاق الاقتصاد، أم لا الدول التي انتهجت الحفاظ على الاقتصاد؟ ممتاز السؤال. هو يعتمد، لا يوجد أبيض أو أسود، لا يوجد حجر لا حجر، ويعتمد دولة مواردها، حجم الإصابة فيها، والموارد قدرتها على مواجهة الارتفاع عندها، وكم قدرة النظام الطبي. يعني بريطانيا في البداية
رأت أنها مستعدة تواجه انتشار المرض. صحيح. بس الحقيقة عدد الأسرة في بريطانيا أقل من المتوسط الأوروبي، فانتبهوا هم الجزئية هذه. فاضطروا أنهم يعيدون النظر. ألمانيا أعلى من المتوسط الأوروبي كثيرا، لذلك قبلوا في البداية لكنهم تراجعوا. كل دولة يعتمد مواردها. أمريكا ضخمة أستاذ صهيب، يعني ممكن الرئيس الأمريكي بعد فترة إذا الموضوع توتر يتخذ قرار طوارئ يقلب الفنادق كلها الأجواء حجر هناك والدولة تحاسبهم. يعني أمريكا عندها موارد ضخمة وفي ولايات متخذ فيها حجر كامل وفي ولايات لا الأمر فيها منخفض، وأمريكا عندها تجربة قديمة. أستاذ مازن، على سيرة أنه أمريكا دولة ضخمة، ما رأيك في موضوع من يقول أنه أيضا أنه الصين ستخرج رابحة من هذه المعركة وستتسيد العالم، أنه هي الآن بدأت الآن تتعافى من كورونا، اقتصاديا ستزدهر، ستكون ربما هي ستقدم الدعم لأمريكا باختصار؟ لا 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 لا، المقارنة بين البلدين للأسف الجميع ينظر للصين أنها دولة ناتج المحلي ينمو أنه قريب من أمريكا، بالتالي أنه أصبح الفارق لا ننظر من الناتج المحلي أكبر من ذلك. أمريكا يكفي أنها دولة الدولار، دولة تستطيع أن تطبع الدولار وتتحمل ديون عالية. الصين حجم احتياطي العالمي لعملتها لا يتجاوز 2%. نعم نعم، يعني الصين لازم تحافظ على احتياطي دولاري زي أي دولة. نعم، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك، انتهى وقتنا. الأستاذ مازن السديري رئيس أبحاث الراجحي المالية من الرياض كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.